انا حسن يا نسر. مين يا مايا؟ ده حسن ابن البواب يا بابا. اهلا يا حسن، خير في ايه؟ اهلا يا باشا، سعادتك كنت قلت لبابا انك عايز حد ينضف لك الشقه. انت اللي هتنضفها؟ بعون الله. خش جوه يا مي. انا قلت لابوك يبعت نوره ولا هو اضطرش زيك ولا ايه؟ عدم المؤاخذه انا يا باشا نوره تعبانه يعني، بس انا سداد، انضف واغسل اعمل اي حاجه، ازعق فوق وتحت وكله. اتكل على الله يا حسن، ولما نوره تبقى كويسه يبقى ابعتها. ما تاخدنيش انا يا باشا. طب ما انا اهو وعيني اشد منها، ولا لازم هي يعني؟ اه لازم هي. وبقول لابوك بقى ما يبعتكش تاني. طب معلش يا باشا، بس مش هيحصل حاجه يعني. افهم. تفهم ايه؟ الان يا ابني انت مالك بقيت بيلط كده ليه؟ الله يعزني الدرجه يا باشا. ها بقى فهمني. يفهمك. انت ما شاء الله بقيت شحط طول بعرض. يعني ما ينفعش ادخلك على اهل بيتي. البيوت ليها حرمه برضه. مش كده ولا ايه؟ وبفهمك لما اقول له عايز نوره ما يبعتكش انت. يلا حبيبي عشان مش فاضي. صح، عندك حق يا دكتور، بس اللي انت مش هتقبله على اهل بيتك انا مش هقبله على اهل بيتي. عن اذنك. Anything else, مدام؟ No, thank you. تالا صاحبتي بدأت acting workshop، مسرح ودراما يعني، بس تقولي ان هي مبسوطة قوي. دي حتى كمان بتقولي ان الموضوع طلع صعب قوي، يعني مش زي ما احنا كنا فاكرين. بتقولي الممثلين دول طلعوا بيتعبوا قوي. احنا مش قلنا القصة دي انتهت خلاص؟ قصة ايه؟ Forget it. انسي ياسمين، ويا ريت ما تفتحيش الموضوع ده تاني. ياسمين، احنا دخلناكي الاي سي عشان تركزي في مذاكرتك وتبقي بني ادمه محترمه، وتسيبك بقى من التفاهات دي. انا مش محتاجه نصايح من حد. لا، محتاجه نصيحه. وعلى فكره بقى، صاحبتك دي اللي اسمها تالا دي ولا معرفش ايه، عمرها ما هتبقى بني ادمه محترمه، لان مفيش بني ادم ابن ناس ابن اصول هيرضى يرتبط بيها. الممثلين بيجروا ورا الفلوس والشهره، انت عندك كل حاجه. عايزه ايه بقى يا ياسمين؟ يا باشا والله انا ما قلت للواد حاجه، هو تلاقيه بس عمل كده. يا باشا اسمعني، يا حقك عليا يا باشا، احسبها عندي المره دي. سلام. خد يا حسن. انت بتعمل ايه؟ رايح للواد بتاع الصيانه، الاسانسير راكن من الصبح. انت ايه اللي طلعك عند الجدع اللي اسمه سعد؟ البت نوره كانت تعبانه، فقلت في عقلي بالي كده ان ابويا هو اللي هيطلع فوق، ما عنش عليها تشقى قلت اطلع انا. بت مين اللي تعبان؟ ما نوره طول النهار راحه جايه عليا زي القرد، ما فيهاش حاجه. تكونش ياض البت هي اللي عصيانه؟ لو ربنا، ده انا اللي جبرتها تقعد. جبرتها؟ هو في ايه؟ ما تيجي معايا سكه ودغري يا حسن. يوم انا غلبت اقول لك ان نوره كبرت على المرمطه، يرضيك يعني اللي راح واللي جاي يجرحها بنظره؟ يا دي الموال اللي مش هنخلص منه، يا ده راجل كبير وعايش وسط عياله ونسوانه، هيبص على ايه بقى؟ الراجل راجل. ويبص على اي واحده غريبه حتى لو كان في حضن مراته. وانا بقى مش هطلع اختي فوق تاني. خلاص ياد بقى ليك كلمه، وانا ايه؟ حجر معسل في العيله؟ لا يا حاج ما تقولش كده، ده انت على راسي. بس انا برضه مش عايز اخواتي يبقوا تحت رجلين الخلق. واحنا بقى يا سيدي كيفنا كده؟ عيشتنا كده؟ ولا انا ما عنديش طقطان لراجل النسوان ده، وحسك عينك السيره دي تتفتح تاني. مفهوم؟ وسع بقى يا بابا.